ونفسه يحزن انا ختام اديني رن ما سمعت الصوت حد يعني تمينات دبشه يا كبير دبشه دراعك اليمين ومين عمل في عينيك كده دراعي مالها عينيا يا ريس انت احول يا احول انت فاجئتني بالموضوع ده يا ريس ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن مين اللي حول دراع اليمين حاره الحاره كلها يا كبير كانوا مفكرينك مش راجع تاني كلاب انا اعرف بيهم واحد واحد مفيش بهدله بعد النهارده يا حاره ولا في فتحه زلاله خلاص يا واد ما انا قلت لهم بنت تاني فوق فوق يا كبير ولو مش فوق تبقى فوق انت بتوطي صوتك ليه يا واد احنا بنخاف من حد انا طالع لتهاني عشيقتي يعني انا وهي وسلسنا الشيطان اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122 نمره البوليس 122 ما تحكيش عن النمره قوي يا حد احفظها خد خلي السنجه دي معاك لو حصل اي حاجه صفر لي على طول هات طوبه دبشه يا كبير لو ماضيت اهلك دي هي اللي حوالتك بقول لك وحشني يا راجل وانت كريان انا بحبك يا بنت اخص عليك يا نوخه بتضربني اه بضربك بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمه ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك صوتي على الله يكون حد سمع صويتك واتضايق ها بضربها في حد متضايق يا بنت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش لا قتلي قتل الحبيب زي قتل الزبيب بس بقى يا نوخ يا بنت اطفي النور الكل الرمة مش هيبطل يبتزلي ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق كل زادو غطى يا فندم ان في شيكات كتير جدا بتروح البنك عليه امضى ايش بامضى سعادتك حتى الهدوم اللي انا بلبسها بيروح يشتري زيها وبيبعت الفواتير على عنواني ثم البنت الجيرل فريند بتاعتي افتكرته انا مخلوق وصل يا باشا هتقول بسرعه انا هخلي ترمواي يندم على اليوم اللي بص في المرايه واكتشف الشبه اللي بيني وبينه عمنا باشا ألف حمد لله على السلامة يا نخنوخ أخيرا خرجت من السجن لا باشا أنا ما خرجتش أنا هربت من السجن وعايز تبلغ بلغ البوليس نمرته 122 أبلغ إيه؟ أنا ما صدقت إنك خرجت أقعد كلام على إيه يا باشا؟ أكل أكل طب عايزه مع سبق إصرار وترصب ولا ضرب تفضل موت ولا صعقه المقاربة ولا الثلاثة مجتمعين المهم إنه يموت ويروح في 60 داهية اه باشا بس الدم غالي 500,000 اخضر احمر ازرق انا معاك في كل الالوان هم 500,000 جنيه مصري والعربون اهو شيك باربعين جنيه يبقى انا كده فاضل لي 499,960 جنيه كلام على مين يا باشا ترماي ايه عباس ترماي انت غفلتنا يا باشا انا عمري ما شفته بس هسمع يعني انه منطقه ده عايز له خريطه عشان تقتل ايه خايف يا بطل انا ما بخافش غير من اللي خلقني 2 3 كده يعني منهم ترماي بس اذا كان هو ترماي انا نخنوخ نحشي بذمه انتوا ما بتتكلموا
تقولش ليه؟ احنا في القلم في قارورة. انا مش فاكر حاجة دلوقتي يا بابا، اسأل معتمد. مش فاكر. فين كان في عدس؟ من البال مش عايز افتكر هنا دلوقتي. يا بجعل. قومي عايز افتح لاخوكي. هو فتح. ده حلو قوي. ماشي. انتوا بتاكلوا من غيري؟ يا خوانة. كمان منبار. 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 عملت ايه؟ ناس جحدة. نريد حد فيهم عاوز يسيب البيت. طب والحل؟ لازم امر ازالة للبيت. كده بقى يبقى مفيش غير ويكا. وهيعمل ايه ويكا يعني؟ هو مش هيخش كلية الشرطة؟ بس لسه نتيجة الثانوية العامة هتبان بكرة. هينجح وهيخش كلية الشرطة وهجيب امر الازالة. طب ادعوا معايا، ادعوا معايا وقولوا يا رب. يا رب. ويكا قال ايه؟ مرات الضابط لازم تكون سمباتيك. لولا النهخت انا كنت حبستهولها. المسامح كريم يا باشا. ياه ايدك تخينه قوي. مش هتخن من ايديك يا حبيبتي. صباعك الثالث لامس صباعي الرابع. نفس احساس صباعي الصغير.